رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات في فلسطين أجرى عشرات الاتصالات السياسية مع قادة ورؤساء حكومات أجنبية وعربية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ووقف الهجمات على المدنيين الأبرياء وأيضا السعي الدؤوب لإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن القطاع. وما زالت الجهود المصرية مستمرة لم تتوقف، وشفنا آخرها في القاهرة من خلال انعقاد مؤتمر القاهرة للسلام، وحاولت مصر من خلاله بناء توافق دولي بنادي بالسلام وكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال والنساء والتأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته والتحذير من امتداد وتوسيع الصراع، وأن مصر لن تتهاون في أمنها القومي ردا على محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى الجنوب. جهود مصر في الحشد الدولي من خلال قمة القاهرة للسلام لدعم القضية الفلسطينية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بملف الأزمة هيكون حديثنا النهاردة في استوديو هذا الصباح مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. صباح الخير على صباح حضرتك. النور. أهلا وسهلا بحضركم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. والموضوع الحقيقة خلينا نبدأ فيه على طول لأن هو موضوع شائك جدا و حيوي للغاية. ربما احنا الجهود المصرية بدأت منذ لحظة اشتعال الأزمة ومن قبل ذلك بكثير، لكن خلينا نبدأ في الوضع الراهن من يوم 7 أكتوبر وحتى اليوم وصولا إلى قمة القاهرة للسلام وحتى اليوم. الجهود المصرية اللي حضرتك تبعتها وتنوع الدور المصري منذ بداية اللحظات في الأول والمناداة بخفض التصعيد والمناداة بوقف إطلاق النار وصولا إلى اليوم، خلينا نقول في النقطة دي أن الجهود المصرية كانت من اليوم الأول حريصة جدا على مصلحة الشعب الفلسطيني. طبعا حالة التوتر المفاجئة والمباختة للعالم كله كانت يعني شبه صدمة، مثلت صدمة للعالم كله. مصر حاولت من اليوم الأول أنها تعمل على نقدر نقول التهدئة، حاولت أنها تفتح سبل دبلوماسية مختلفة، تواصلت مع أطراف مختلفة من قوى العالم، سواء القوى المؤيدة للطرف الفلسطيني أو القوى المؤيدة للطرف الإسرائيلي، وده حماية للمدنيين العزل اللي هم فعليا بيعانوا من أول يوم حتى الآن. لاحظنا ده في النشاط الدبلوماسي الرئاسي ونشاط وزارة الخارجية في مصر، تواصل مع القيادات في أوروبا، تواصل مع القيادات في الوطن العربي، تواصل مع حتى مع المنظمات الدولية زي الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، حتى الاتحاد الأفريقي. احنا تواصلنا مع الجميع بهدف ان احنا نعمل حلحلة في وضع الأزمة الراهن الخطير جدا اللي هو للأسف أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 4000 شهيد وما يقرب حتى الآن إلى 5000 شهيد حتى. ده في مقابل يعني عدد أقل بكثير جدا على الطرف الآخر على الجانب الإسرائيلي في حادث 7 أكتوبر. ولا زالت المجهودات مستمرة، وإحنا شفنا المجهودات بتتصاعد إزاي تبعا لجهود الدبلوماسية المصرية. إحنا في الأول شفنا اتصالات، العالم حاول من خلال مجلس الأمن هو يطرح مشروعات قرار عشان نحل الأزمة، لكن مشروعين القرار دول لم يوفقوا. عشان كده احنا لاحظنا ان مصر راحت بشكل مباشر وسريع جدا عقدت قمة القاهرة للسلام سعيا الى ايجاد حل الأزمة، ومش حل واحد لأزمة ان احنا نوقف العمليات العسكرية فقط، ولكن في أزمة في المساعدات الإنسانية القطاع محتاجها، في نقدر نقول عسف شديد جدا بالفلسطينيين، وده لا يتناسب مع حقوقهم الإنسانية ولا يتناسب مع المساواة مع الطرف الآخر. زي ما احنا شفنا كمان ان حق الفلسطينيين في ان هم يكون ليهم وطن وعدم التهجير وعدم وجود اي مخطط للتهجير على حساب دول اخرى كانت من الرسائل الأساسية اللي مصر شددت طبعا عليها، وشددت عليها كمان بما ان مصر رائدة في هذا الملف. كمان تعاون الفداء مع السلطة الفلسطينية اولا اللي هي السلطة الشرعية في فلسطين، ثانيا مع الأردن. طبعا نقدر نقول الأردن طرف أساسي جدا في معادلة نقدر نقول عملية السلام الفلسطينية، مش هوصفها دلوقتي في المجهودات المصرية بأنها يعني صراع قد ما أن احنا بنتوجه ناحية السلام، وده حتى من الرسائل اللي احنا لاحظناها. قادة العالم كله بيأكدوا على عملية السلام، على عملية إعادتها، وبالتالي أن احنا نقدر نحل الموقف فما نشوفش هذا المشهد العصيب علينا ما يتكررش مرة تانية، وما نشوفش غير بعد كده إلى توجه ناحية السلام ومجهوداته. طيب من النقطة دي أستاذ مصطفى هنتكلم عن الرسائل المختلفة لقادة العالم وممثلين دول العالم، 34 دولة كانت موجودة في قمة القاهرة للسلام. هنبدأ برسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراءتك ليها إيه؟
الرسائل التي ظهرت في قمة القاهرة للسلام هي رسائل نقدر نقول منضبطة جدا، وهي انضباط معتاد من الدبلوماسية المصرية، وكمان انضباط يتواءم مع مجهودات مصر في القضية الفلسطينية منذ عام 48. احنا في الفترة الطويلة دي كنا بفضل الله من الرعاة الأكبر للقضية الفلسطينية، فعلا توجهنا من خلال رسائلنا في قمة القاهرة للسلام إلى التأكيد على عدد من الثوابت: حق الفلسطينيين في الأمن، حق الفلسطينيين في السلام، حق الفلسطينيين في 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 نقدر نقول حقوقهم الإنسانية في إن هم يكون ليهم حق في الحياة، الحق في وجود أرض ليهم، حل القضية. بخلاف كده تأكيدات أساسية جدا تخص الأمن القومي المصري، وهي عدم المساس بالأمن القومي المصري وعدم إفراغ القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، وبالتالي هدم القضية من أساسها. احنا شايفين ان هي دي كانت يعني نقدر نقول المحددات او ابرز المحددات، لكن في رسائل اكتر من كده. طيب زي ما كنا بنتحدث من شويه وحضرتك ذكرت انه دور مصر في رعايه السلام ودعم الفلسطينيين هو دور تاريخي، ليس فقط على مدار الفتره الماضيه ولا منذ اندفاع يعني اشتعال هذه الاحداث في 7 من اكتوبر، ولكن من قبل ذلك حتى. دور مصر في حفظ السلام وفي ربما يعني خلينا نقول اعطاء وجود الحق للفلسطينيين واعطائهم ودعمهم بكل الاشكال الممكنه على مدار التاريخ، لو حضرتك تبرز لنا ابرز نقاطه اذا سمحت. احنا طبعا لن ننسى الدور البارز جدا للدوله المصريه في خلال الفتره الاولى، نقدر نقول الفتره من القضيه الفلسطينيه الفتره الاولى من عهدها اللي هي فتره عام 48، ثم ما تلاها من فترات صراعات مستمره في منطقه الشرق الاوسط وصولا الى عام 73 وانتصاره. بخلاف كده احنا في الفتره اللاحقه اللي هي كانت فتره تحقيق السلام، مصر كانت حريصه جدا في اطار مفاوضات السلام على انها تدعم حق الشعب الفلسطيني سواء في ارضه في دولته في حقوقه ان هو يتواجد على ارضه في حدود 4 يونيو 67، ودي كانت الاساس المرجعي اللي احنا لغايه دلوقتي وكل العالم وكل المؤسسات العالميه زي اليو ان بتطالب بيه، ان احنا نرجع الى حدود 4 يونيو 67. احنا شايفين ان في استمراريه في هذا الامر، وحتى ان الدول العربيه ابتدت تتبعه في فتره لاحقه، ومنها مبادره السلام العربيه في عام 2002. احنا شفنا ان ده كان بيبني على مطالبات مصر السابقه بضروره حفاظ حقوق الشعب الفلسطيني. طيب استاذ مصطفى، هنرجع للرسائل الخاصه بالزعماء وممثلين الدول المختلفه في قمه القاهره للسلام، وعايزه اعرف من حضرتك اهم نقاط الاتفاق اللي خرج منها من خلال هذه الرسائل. طبعا القمه، احنا لاحظنا ان في القمه لم يخرج بيان نهائي، وده بسبب ان كان في يعني نقدر نقول وجهتين في النظر ما بين القوى الاقليميه المؤيده لقضيه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وما بين قوى غربيه بتؤيد الكيان الاخر في ان هو يدافع عن نفسه. وطبعا ده وجهه النظر، والاختلاف هي وجهه نظر سياسيه جدا، ولكن احنا هنا حاولنا نحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الامن من خلال العدوان الصعب جدا اللي بيتعرض له دلوقتي. لكن القمه كان ليها نجاحات اخرى. القمه اولا اعادت فكره طرح قضيه السلام الى الواجهه. القمه وضعت اولويه للمجهودات الاغاثيه، واحنا شفنا ده ان احنا كان في مجهودات اغاثيه كانت فعليا قدمتها الدول المصريه وقدمتها دول عربيه وحتى دول اقليميه، وكانت كلها متوجهه الى مصر. مصر هنا نجحت في انها تكون هي نقدر نقول المرتكز الاغاثي للشعب الفلسطيني الموجود في غزه. بخلاف كده كان في من الرسائل الاخرى اللي طرحت بقوه على اطار القمه، هو ضروره وجود نقاش عالمي فعال حوالين حل القضيه، لان احنا زي ما شفنا كل القوى المجتمع على اختلاف ارائها كانت شايفه ان ضروره حل القضيه هو امن واستقرار للعالم كله. بدون حل القضيه بشكل ناجح احنا مش بندخل في صراع اقليمي، لا احنا ممكن نتوسع ويتوسع الامر الى صراع عالمي. بخلاف كده واحنا عايزين نركز على نقطه مهمه جدا، استمرار القضيه في اشتعالها وعدم وجود حل ليها هو كان احد الدعائم او احد المحفزات اللي استندت عليها تنظيمات اجراميه وارهابيه في قضيتها، ان هي كانت بتدعي
كذبا وإفكا وزورا ان هم بهدفهم تحرير الأقصى وتحرير القدس. ده ليه؟ لان في حالة احباط زي ما اشار اليها سيد الرئيس، في حالة احباط موجودة في الشارع العربي والشارع الاقليمي من عدم وجود حل لهذه القضية. هنا بتستغل القوى الظلامية دي هذه القضية عشان تيجي توجد لنفسها شرعية في نقدر نقول في المنطقة وحتى في العالم، وهي بتوجه سلاحها الغاشم ضد كل الامنين والابرياء في كل مكان في العالم. حقيقي دي نقطة مهمة جدا، علشان كده دايما الحديث عن ان الخطر امتداد هذا الصراع لن يكون فقط اقليميا بل ربما ايضا عالميا. طب خلينا نروح مع حضرتك لوجهة نظر بتتحدث عن تنامي وتعاظم الدور المصري فيما يتعلق بالأهمية فيما يعني في تناوله للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأنه على مدار السنوات ربما يكون اختلف هذا الدور وتعاظم حجمه، خصوصا مع يعني بعد أو خلينا نقول رفض المجتمع الفلسطيني للولايات المتحدة الأمريكية كراعية للسلام باعتبارها طرف متحيز وغير محايد. هل حضرتك بترى يعني دور مصر هنا اختلف بشكل أو بآخر على مدار السنوات الماضية لتتحول خلينا نقول كده بشكل واضح من شخص من دولة بتسعى إلى وجود السلام أو من طرف بيسعى لوجود تهدئة بين الطرفين المتصارعين إلى راعي للسلام؟ طبعا احنا لو لاحظنا ان في خلال 5 جولات من التصارع ما بين الفلسطينيين في غزة وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجدنا ان مصر كان لها دور أصيل في العملية دي، عملية التهدئة ما بين الطرفين. ثانيا مصر في كل المحافل الدولية بتؤكد على ضرورة عودة لحل الصراع، حل جذري للصراع. كمان مصر كانت بتأيد السلطة الفلسطينية وهي السلطة الشرعية في فلسطين إلى أنها يكون لها موطئ قدم سواء في المؤسسات الدولية، وده على بهدف إيجاد يعني نقدر نقول إيه بهيئة صياغة الدولة وإيجادها على الأرض. السلطة الفلسطينية بمجرد أن يكون مؤطرة في شكل دولة بشكل قانوني ورسمي، نقدر نقول ان في جزء كبير جدا من التحديات اللي احنا بنعيشها واللي هتتكرر في حال عدم الحل، التحديات والمشكلات دي هتحل بشكل كامل. عشان كده مصر كانت بتدفع للحل ده، ومصر كانت دايما بتحث القوى العالمية على انها تتوجه لهذا الطرف. لابد ان احنا نتوجه الى حل الدولتين، لا يجب ان يكون الفلسطين دولة. بهذا الشكل هيكون في ارتياح نقدر نقول في الشارع السياسي العالمي، نقدر نقول على مستوى الرأي العام العالمي والرأي العام الإقليمي بشكل خاص، وبالتالي تكون في حالة من السلام. واجب على الأطراف كلها أنها تتقبل الفكرة دي. ما ينفعش أن يكون في طرف بيتعمد أن هو يحاول يتجنب حل الدولتين لأن هو له مصلحة أو له أجندة. ده بيضره أولا وبيضر المنطقة المحيطة ثانيا، ولا قدر الله يضر العالم ثالثا. طيب استاذ مصطفى، الحقيقه بتقول والواقع بيقول ان الدوله المصريه يعني بتقوم بجهد كبير جدا من بدايه القضيه الفلسطينيه. لو هنتكلم عن جهودها الحاليه في الحشد، وشفنا ده في الاستجابه السريعه من عدد كبير من الزعماء وممثلين دول المختلفه في قمه القاهره للسلام، وكمان تحديدا تواجد الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش في معبر رفح قبل القمه وفي القمه طبعا، المؤتمر الصحفي اللي عقده عند معبر رفح. قراءتك ايه للموضوع ده؟ الاستجابة السريعة واللي ممكن تقدر بيدوبك فترة 3 أيام من القوى العالمية، احنا شفنا تمثيل قوى الغرب الكبرى سواء كانت فرنسا ألمانيا، شفنا دول عربية مهمة، بخلاف كده 4 منظمات دولية كبرى. ده بيدل وبيؤشر على ان الدولة المصرية دولة ذات ثقل سياسي في المنطقة إقليميا وعالميا. عشان كده كانت الدعوة وقائدة، عشان كده كانت الدعوة اللي أطلقتها الدولة المصرية كانت لها استجابة سريعة. أنا أظن ده مثل الدعوة اللي كانت أطلقت من أي طرف آخر، ممكن ما كانتش تلقى ذات الاستجابة، ولكن ده ليه الاستجابة بتكون بالشكل السريع دوت؟ لأن القوى العالمية دي مدركة خطورة الموقف ومدركة دور مصر على أنها تقدر تساعد في حل الموقف. عشان كده هي توجهت لمصر، وعشان كده هي أطلقت كل الرسائل المهمة اللي احنا لسه ذكرينها من شوية، الرسائل المهمة دي اللي بتؤكد مواقفها واللي كمان بتأيد مصر فيها، ومنها حق الفلسطينيين زي ما قلنا في وجود في وجود أرض، حق في السلام، وكمان الحرص على الأمن القومي لدولتي مصر والأردن في حماية حدودهما.
طيب حل الدولتين هنا، خلينا نحاول نفهم مع حضرتك بعد آخر مهم من هذا الموضوع، هل هو يصب فقط في مصلحة الفلسطينيين؟ لأنه تكلفة الحرب والاستمرار حالة عدم الاستقرار بتكون كبيرة ليس فقط على الجانب الفلسطيني بل أيضا على الجانب الإسرائيلي، هناك أمور لا يمكن تعوضها زي إزهاق الأرواح، ولكن هناك أيضا خسائر مادية، هناك خسائر نفسية، هناك قلة ثقة في الجيش الإسرائيلي في أنه قادر على حماية المستوطنات وأيضا المواطنين، هناك حالة هروب بتحصل مع كل مرة بيحدث فيها اشتعال للأحداث خارج هذه الأراضي، هناك حالة من الاستنفار العام والتركيز على الحرب والحشد للحرب، وبالتالي خسائر أيضا في كل ما يتعلق بنواحي الحياة المختلفة. تعليق حضرتك على هذه النقطة، هل يستفيد أيضا الطرف الإسرائيلي من استقرار الأوضاع؟ بالتأكيد أن الطرف الإسرائيلي بيستفيد من استقرار الأوضاع، واحنا في اطار الفتره الحاليه احنا شفنا يعني وكالات انباء عالميه بتؤشر الى خساره اسرائيل في عدد الايام الماضيه مليارات الدولارات بسبب توقف عمليات الانتاج، لان في عدد كبير جدا من العمال من الموظفين من المهندسين بيتم استدعائهم لجيش الاحتياط او لقوات الاحتياط، ده بيؤدي الى افراغ القطاع الاقتصادي ده في الداخل الاسرائيلي بنقدر نقول من قواته العامله، عشان كده بيكون في ازمه كبيره جدا. واحنا شفنا يعني حتى الجانب الاسرائيلي لا يجب ان يكون واعي، لان هو كان في درس مسبق في فتره يعني نقدر نقول في عام 73 بسبب ان اندلاع الحرب في المنطقه ادى الى ان هو فعلا الدوله عنده تشلل بسبب اضطرار لاستدعاء كل الاحتياط للعمليات العسكريه. لكن لما يكون في اصرار غير واعي من جانب القيادة السياسية الموجودة في إسرائيل على أنها تصر على الحرب وعلى الحشد ليها وعلى أنها تستمر في عملية التوترات، ده بيضرها بشكل مرحلي في المرحلة اللي احنا فيها، وكمان ده بيكون لهم تداعيات على المدى الطويل والمدى المتوسط، أن الاستثمار حتى الأجنبي بيبقى عنده خشية أنه هو يدخل في مناطق فيها صراعات أكيد. وده معروف جدا، رأس المال بيقال أنه هو جبل، لماذا يتوجه مستثمر إلى دولة تدخل يعني بين الحين والآخر في صراعات إقليمية وحروب مع جيرانها؟ كده الاستثمار غير آمن، عشان كده ده بيكون له تداعيات مباشرة. أنا أظن أن القيادة السياسية الموجودة في إسرائيل يجب أن تعيد حساباتها في هذا الأمر. طيب أستاذ مصطفى بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا النقاش وهذا التحليل، كنت معنا الأستاذ مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا.